وصفة وصفة هنشوفوها مع بعض. دروك هنشوف وصفة التيراميسو بالأوبتيلا، وصفة سهلة وبنينة وعشاق التيراميسو. en fait c'est un tiramisu d'accord parce qu'il s'inspire du tiramisu mais كي تروحوا للطلاين تبدلوا في الوصفة التيراميسو شوية. أنا بنتي عندها دي زامي إيطاليان، تبدلوا في الوصفة شوية يقول لك لا ما تسموش تيراميسو. حنا راح نقولوا بلي جبنا الوصفة من التيراميسو درناها درناها بالأوبتيلا. دونك واش عندي هنا؟ عندي بيض، عندي قهوة، عندي ماسكاربون، عندي لي لونغ بيسكوي كويير. الوغ هاد البيسكوي تقدروا ديروه في الدار، سهل جدا. اذا حبيتوا الوصفه نحطوها لكم ولا نديروها لكم المره الجايه، لكن البيسكوي هذا سهل ولا تشريوه، لكن حتى في الدار ممكن ديروه بسهوله. هنا واش راح ندير؟ ناخذ كوم لي بلون اون نيج لازم يطلعوا، راح ناخذ بيض، البيض وحده وصفر، البيض وحده واحد ثلاثة أوب فوالا ثلاثة، وراح نطلعو. On va battre le blanc en neige. هنا واش راح ندير؟ هنا مع الصفار راح نحط الاوبتيلا، بديكو ما نحتاجش السكر، ما راحش نضيف لها السكر. اذا كانت كومباكت فوتوها شويه في الميكرووند عادي. ضرب دابور ونحط ماي اوبتيلا. المقادير مدونة. يلا هو باتر هاد بريباراسيون، نضيفو لها شوية كريمة طازجة اي، راح نضيف الماسكاربون. نزيدها شوية بس بو هنا عندي لي بسكوي على كيير وعندي القهوة، نستنى البيض يطلع. اي فوالا. الوغ يا جماعة هاد الوصفة تاع التيراميسو بالبيض، كاين بزاف اللي كي يشوفوا وصفة كيما هكا بالبيض ماشي طايب تقول لك لا انا بيض ماشي طايب نخاف منه. هي يا جماعة هاد الوصفة بالبيض، كاين بزاف اللي كي يشوفوا البيض يقول لك بلي لا والبيض خضر وما. اذا حبيتوا نفس الوصفة بلا بيض كاين حل، ما كاش مشكل، تاخذوا نفس كمية الماسكاربون مع نفس كمية كريمة طازجة، ضربوهم مع بعض وطلعوهم مليح. مرات في الجزائر ممكن كريمه طازجه ما تصيبوهاش 30%، ما تصيبوهاش حيوانيه و 30% وهذيك اللي تطلع داكور. الا ما طلعت لكمش، الا كانت كيما هاكم ما طلع لكم عادي زيدوا لها بودره الشونتيه باش تطلع لكم.